من كل مكان ما زالت الانطلاقات متواصلة في هذا الصباح، وهذه الإبداعات الجميلة والشعارات الكبيرة التي تزين هذا الميدان لينطلق مباشرة مع اللي وصل في صدارة هذا الشوط ليتقدم الشامي هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتقدم في صدارة هذا الشوط. وهذا الانطلاق المثير الدور دور المركز الثاني، هذا اللي ياتي على ثاني المراكز ويتقدم مشاكل لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان، عوض بن مبارك بن سعيد المهيري من يقدم لنا ايضا هذا البطل في هذا الشوط المركز الثالث اللي ياتي على ثالث المراكز. هذا الانطلاق يتقدم فيه اشقر هجن الرياسه علي بن يميل الوهيبي من ياتي على هذا الابداع المتميز والكبير المركز الرابع في هذا الانطلاق ليتقدم فيه شاهين مع هذه الابداعات الجميله والتحديات ايضا المثيره ما شاء الله وتبارك الرحمن في هذه الانطلاقه الجميله. اللي يتقدم على خامس المراكز المنتصر لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري في هذا الابداع الكبير والتحدي المثير، لكن التدخل ايضا المثير اللي قادم حشيم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة من يتقدم في هذه اللحظات الكبيره والانطلاق ايضا المثير والوصول من الشارد لهجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من يتقدم في هذه اللحظات الوصول والتقدم الكبير. وصل في هذه اللحظات شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي من يأتي في هذا الإبداع، من يأتي في هذا التقدم والوصول هناك أيضا من أشقر لهجن الرياسة علي بن يمي الوهيبي الوصول في هذه اللحظات تقدم هنا نجران في هذا الانطلاق لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير في هذا الإبداع الكبير. ما شاء الله يا الجعدان ناوي في هذا الانطلاق في هذا التحدي في هذا الإبداع ليتقدم مباشرة مع هجن الرياسة مع حجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتقدم في هذا الانطلاق المثير ليقدم لنا ايضا شاهين في هذا الابداع الكبير والتحدي المثير في هذا الانطلاق الجيد. المركز الثاني وصل هناك الشارد لهجن الرياسة وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من يتقدم في هذا الانطلاق المثير والتحدي الرائع. وصل مشاكل من السياج الخارجي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك المهيري من يتقدم في هذا الإبداع، لكن اللي قادم في هذه اللحظات الوصول والتحرك من اشقر هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي في هذا الانطلاقات المثيرة في هذا الابداعات الرائعة. وصل هناك غياث ليقدم لنا ايضا شاهين وهجن العاصفة من تتقدم. وصل هناك نجر لهجن الشحانية يتقدم لبرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري من يتقدم في هذا الاداء. ووصل ايضا شاهين لهجن العاصفة غيوث الهلالي
مع هذا الانطلاق الجميل والتحديات المثيرة. ما شاء الله وتبارك الرحمن يا الكوكب اللي قادمه من الصفوف الخلفية، من الصفوف الخلفية أول المنطلقين دولار لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، عتيق بن علي بن راشد الاكتبي من يتقدم في هذا الانطلاق المثير والتحدي المثير والإبداع أيضا الكبير. ما شاء الله وتبارك الرحمن، ما شاء الله وتبارك الرحمن، ليعود مع الصدارة، ليعود مع الانطلاق شعار هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري ليقدم لنا الشامي، الشامي الشامي الشامي، ليبحث عن الشامي في هذا الانطلاق المثير المجازف المجازف. يعرف هذا الطريق جيدا. المركز الثاني وصل الشارد لهجن الرياسة سهيل بن احمد بن دري الفلاحي من يتقدم. المركز الثالث اللي قادم هناك وصل هناك اشقر لهجن الرياسة علي بن يمي الوهيبي، لكن الهجوم الهجوم من نجر ليتقدم مع حجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، ليتقدم هناك البرنس يغير ما بين الأسماء. وصل شاهين لهجن العاصفة غياث غياث، واللي قادم الجانب الآخر هناك شعار أيضا الشحانية، ليتقدم المشاغب في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الإبداع المستمر، في هذا الإبداع ليقدم لنا حاير والناس موس حاير. ولكن الشامي وين؟ الشامي وين؟ هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا الشامي في هذا الانطلاق، في هذا التحدي المثير. الله 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 الله، اللي قادم على ثاني المراكز وصل الشاعر، وصل هناك الشارد بقول هجن الرياسة السهيل بن احمد بن دري، ولكن نجر نجر بدأ في التحرك لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. المرية تقدم البرنس، العاصفة قادمة، العاصفة قادمة. هناك شاهين غياث الهلالي ما بين نجر ما بين الشامي، ما بين نجر ما بين الشامي، ولكن الشامي هجن الرياسة، هجن الرياسة المجازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والنام موسى على هذا الانطلاق المثير والتحدي الرائع. المركز الثاني هناك نجر هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. المركز الثالث شاهين هجن العاصفة غياث الهلالي، من أتى على ثالث المراكز في هذا الانطلاق أيضا والتحدي الرائع. المركز الرابع هجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، قدم لنا الشارد. المركز الخامس اللي أتانا هناك شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي. تهانينا والناموس على هذا الأداء الكبير والتحدي أيضا الرائع. لحظات وصول الشامي اللي قدم أيضا العرض المثير هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل والتحدي المثير. التوقيت الزمني في هذا الانطلاق، في هذا التحدي ايضا الرائع والانطلاق ايضا مثير، 8:59 تسع اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. المركز الثاني نجر هجن الشحانيه وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. المري 9:00 صفر من الاجزاء، جزء واحد من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل والتحدي المثير. المركز الثاني هجن العاصفة شاهين وغياث الهلالي 9:09 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا